لو عايزة جوزك يبقى مبسوط وانت لو عايز مراتك تبقى مبسوطة، لازم تعاملها انها طفلة او انه طفل. شوفوا الاطفال بيفرحوا بايه، ولما بتعملوه بيبقوا مبسوطين وكده يعني راضيين. طبقوه على الكبار، لان الكبار برضو محتاجين نفس اللي بيتعمل مع الصغيرين. يعني مثلا الطفل الصغير لما بتبوسه وتحضنه وتدلعه وتقول له كلام حلو وتهتم بيه، بيبقى مبسوط وطاير من السعادة. لو عملت الحاجات دي مع حد كبير برضه هيبقى مبسوط. احنا الكبار محتاجين حنية زي الصغير بالظبط. ولما يكون في حد تعبان او متضايق قول له معلش، هون عليه. كلمة معلش بتريح على فكرة، احنا ساعات بنقعد نتريق عليها ونقول يعني انت هتقولي معلش انا خفيت كده؟ اه هتخف كده، مش هتخف يعني من اللي انت فيه، بس انت هترتاح نفسيا من كلمة معلش، من ان انت تحس انه اللي قدامك ده حاسس بيك. الطفل الصغير لما بيتخبط ولا بيحصل له اي حاجة والام بتجري عليه وتقول له معلش يا حبيبي، بيهدى ويسكت. بالمختصر لازم تعامل الكبير زي الصغير، هتحس ان انت مرتاح وهو مرتاح وهتريحونا كلنا، وكلمة معلش بتريح.